إذا المشاهدين الكرام مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم، وصلنا لمحور حلقتنا الأساسي. إحنا حكينا عن موضوع الأكل. الأكل العراقيين يموت على هاي التفاصيل. أنتي تيجي تحبين الطبخ يعني والأكل؟ كلش. عندي واهس. أي واهس كلش قوي. شنو الأكلة اللي تحبيها؟ كل شيء. ما عندي شيء ما أحبه. سمك، دولمة، باكه أكثر شيء. لا باكه. ما تقول البرياني أيسو طبعاً لي. باكه. وش وقت؟ لا والله وعاد تكون دولمة مو. المشاهدين مو عدا الكنترول على برياني دولمة مو برياني. ها حلو. إذا المشاهدين الكرام وصلنا لكم محور حلقتنا لهذا اليوم. كثير من النساء اليوم نشوفهم يحولون حبهم وشغفهم بالطبخ إلى مهنة وحرفة بها فائدة لهم ولزبائنهم. البعض منهم يتخصص بصناعة المعجنات فقط، والبعض منهم يتخصص فقط بصناعة الدولمة، والبعض منهم برياني أو البرياني، والبعض منهم اللي وفر الأكلات الصحية بطريقة أو بأخرى ويثبت وجوده وجدارته ونجاحهم بأبسط الطرق حتى يحصل على لقب الشيف بجدارة. طبعاً أكيد يا مصطفى، يعني هاي المشاريع كلش مهمة، وخاصة إحنا كعراقيين ما أنه كلش نحب الأكل ونعطيه أولوية بحياتنا، فلهذا تكون هذه المشاريع مهمة، وهذا الشيء سهل علينا وخلى تكون عندنا ممكن مشاريع متعددة وأيضاً خيارات متعددة وأيضاً بالأكل الجاهز خاصة للنساء. لكن مصطفى أكو شيء ملفت يعني إذا أنت منتبه له، اليوم أي أنثى تقوم بهيج بمثل هيج مشروع تكون هي صاحبة عائلة، صح. وهذا الشيء صعب ومعقد بنفس الوقت، يعني مسؤوليتين، مسؤولية المشروع اللي هو طبخ والشيف وهاي التفاصيل بالضبط، والعائلة موضوع كله صعب ويحتاج لوقت وهواية تفاصيل. لكن إحنا دائما نقول المرأة العراقية قدها وقدود تقدر لكل الصعاب. طبعا اكيد في دوال قلبك، واكيد راح تكون ويانا اليوم الشيف دعاء الهمواندي اللي راح تحدثنا عن كل هذه التفاصيل وعن تجربتها وايضا عن طرق الطبخ. راح توافينا بكل هذه التفاصيل من خلال تواجدها ويانا عبر الديسكايب، ونقول لها صباح الخير يا دعاء. صباح الخير دعاء. صباح الانوار عليكم، يسعد لي صباحكم. يا هلا ومية هلا. بس ممكن تعلينا صوتك؟ الصوت اعلي. اوكي اوكي، يعني نقول صباح النكهات وصباح الاكلات وصباح الاكل الدسم بالضبط المعجنات جميله. يا اهلا وسهلا دعاء. بدايه انا اريد منك قبل ما نجيب الاسئله تعرفين كل مشاهدينا عن نفسك باختصار. اوكي، انا الشيف دعاء الهمواندي. انا ساكنه حاليا بكربلاء، بس انا اصلي بغداديه. نعم. عندي اطفال اثنين، حبي للطبخ لا يوصف. حلو. زين دعاء، اكو سؤال كلش مهم، هل يا ترى اليوم اي انثى عندها شغف بهذا الاختصاص انه تكون شيف من السهوله راح تقدر تحصل على هذا اللقب لو لا اكو شروط معينه ممكن تعتمد عليها ولازم تتوفر بها حتى تحصل على هذا اللقب، لقب الشيف؟ هي مو شروط معينه حتى احنا نريد انصحاب الموضوع حتى يحبون يدخلون هذا المجال أو يطبحون أو عندهم حب لهذا المجال. الشخص أنا أشوف اللي يحب هاي المهنة ينطيها من وقته هواية، يشتغل على نفسه، يطور نفسه، تكون رسبيات لوصفات خاصة هو بيشتغلها، يعني ما ياخذ مجهود أحد بالنسبة إله، ينطي. يعني أنا هاي المهنة أنطيها من وقتي هواية، تقريبا 3/4 يومي أنا أشتغل وأتعب، فأني أشوف اللي ينطي من وقته هواية ويشتغل ويطور من نفسه ويتابع فلان ويسأل وهاي أحسه يستحق أنه يكون هذا اللقب له. ها حلو. طيب دعاء، أنا بدي أعرف من عندك أنه أنت تخصصك بالطبخ وابتكاراتك بالأكلات وبالنكهات والوصفات الخاصة بالطبخ، كان قرارك الأول يعني بداية، لو كان أكو محاولات ثانية يعني بمهن أخرى كانت أكو تجارب عندك، لو المهنة الأولى كانت الطبخ؟ لا، من اني وصغيره كلش احب مجال الطبخ يعني. نعم. حلو. اني عمري 12 سنه، رغم انه احنا عندنا الوالده عندها ممنوع احد يدخل المطبخ، يعني خط احمر نحب احد بالضبط. بس انا جيت اجازه في وقت وهي تكون طالعه يعني من البيت، كان والدي يقول لي لا بابا انت ما دام تحبين هذا الشيء عادي اطبخي، اني واقف يمك لا تخافين. قلت له بابا شلون ما اعرف، قال لي ما عليك. فمره عن مره قامت يعني الوالده تشوف الاكل وهاي لا واو ما اعرف شنو. نعم. فبديت شوي شوي اطور نفسي واشتغل على نفسي، بس ابد ما استسلمت، يعني كلش احب هذا المجال. كان عندك اصرار بالموضوع؟ بالضبط، اصرار عندي كلش، وهذا الشيء يمكن ما موجود باي بنيه. انا يعني اعرف
دائما ممكن الامهات ينطون مسؤوليه لبناتهم ممكن بالطبخ بكل تفاصيل المطبخ. صح. بس حلو اليوم انت ما تتهربين من هذا الموضوع لان اكو شخص بداخلك. انا حابه اي مع العلم اخواتي اكبر مني يعني مو هالقد بالطبخ، فوالدي يقول لها يعني ليش هيجي هم ما يعرفون وهاي ليش ما علمتي؟ قالت لهم هاي انا ما علمتها يعني ولا كنت اخليها تدخل المطبخ. يعني انت الوحيده اللي تحديت الصعاب بهذا المجال. دعاء كم طبخه خربتي بالبدايه؟ حرقتي؟ لا ابد ما حرقت، لان دائما اكون حريصه وهي بالقوم دخلت المطبخ فدائما اكون حريصه من ادخل المطبخ هذه. هذا الخوف. بالضبط. زين دعاء اليوم بهذا المجال اللي هو الطبخ، شنو ميولك اكثر شيء وتحبين؟ المعجنات، الحلويات، لو الاكلات التقليديه؟ لا المخبوزات، وانا جيت حلقه وياكم المعجنات. هذا القسم يعني اني ما اعرف ادمان علي، يعني رغم انه هو قسم كلش متعب، هو قسم المخبوزات. صح. من اكثر الاقسام اللي متعبه. حتى يكون الشيف يعني من يكون بالمطعم هو يكون اقوى راتب، لان هو قسمه متعب مو مثل باقي الاطباق الشرقيه او الغربيه. نعم. هذا اللي تشتغل انت مثلا قطعه قطعه تشتغلها بترتيب وعناية، فهو يكون اي شغله كلش دقيق. بس انا كلش احبه، كلش اتونس فيه، خاصه اطلع المعجنات من الفرن. حلو. اتونس بيه كشي لوحه واقعد اصور بيه، راحه نفسيه. شنو ممتازه اكثر شيء بالمعجنات؟ كل انواع المخبوزات. انا احب المعجنات بالجبن. اي طيبه بالجبن وشاي وياها. انتقل السؤال اللي بعده. بدينا نتشهي معجنات. طيب دعاء فيكم تنوريني على الراس. حياة الله. اكيد كل وقت. دعاء تعرف انه الزبائن العراقيين اليوم صعب ارضائهم انه شيف مرأة هي اللي تقدم لهم الوجبات، لانه احنا اليوم فعلا اكو عندنا ايمان انه الرجل الشيف يكون اكثر مهارة وافضل من المرأة. صح. دعاء اعتقد شبكة الانترنت ضعيفة، فاكيد احنا عندنا هوايه تفاصيل راحه اكيد يعني معجنات. عند دعاء نسالها بالضبط المعجنات كل الاكلات، هو يا شاي حار شاي مهيل غير حلوه. هسه يضيفون المعجنات اللي هي يضيفون عليها هوايه سبيناط. سبيناط اي هوايه دا اشوف يعني هي حكت قبل شويه قالت على السبانخ. ما مجربه شلون يعني طعمها؟ طيب يعني كلش طيبه. اي يعني اكو يبرشون على المعجنات الجبن والسبانخ تكون فوقها. زين. او تكون بالحشوه بداخلها تكون اللحم المثروم وال. اريد اسالك اكثر شيء تحب المعجنات لو الاكل الاكل العادي الاكل التقليدي؟ مو شوفي هي كل واحد له وقته يعني. لا يعني 50-50 لو تميولك اكثر ممكن المعجنات. اثنيناتهم لا عندي الاكل يعني واحسي يعني المعجنات لها فد نكهه ولها فد طعم يعني. وبالتالي الاكلات التقليديه يعني شوفوا احنا بالبيت اني معروفه بالاكل واختي الكبيره بالمعجنات. تعرفوا شلون؟ احنا شوفوا سبحان الله يعني هسه السؤال اللي سالته الدعاء يعني هي اكيد راح تجاوبنا تكون يعني صاحبه خبره اكثر من عندنا. بس هواي نشوف انه اليوم الرجل يعني اثبت انه جداره ومهاره عنده بالطبخ. انا اشوف بالعكس وابتكارات اكثر من المراه. ما هي اختصاص المراه مطبخ، مرات ممكن لكل قاعده شواذ. لا. لكل قاعده شواذ ممكن مطابخ العالم كلها يعني كلها رجال. اي ممكن، بس مو معناها انه المراه تكون ممكن اقل خبره بهذا الموضوع. مو اقل يعني هسه احنا ما نحكي بموضوع العنصريه. لا اكيد لا. انا بحكي بموضوع المهنه انه دائما يكون الرجل يجيدون يعني الطبخ اكثر. معجنات يعني شوف هي معادله، هي تكون معادله مختلفه. يعني هوايه اكو امور الرجال هم مهنتهم، المراه تكون مبدعه بها اكثر. والعكس صحيح. ما هو حتى الرجال مثلا الرجال اليوم يقول لك الكوافير يكون اشطر من المراه. انا بهذا الموضوع صح. يعني بحيث اليوم الميك اب اذا يكون. صح. رجل يكون مبدع اكثر من المراه. انا مع هذا الشيء، بس من ناحيه الطبخ لا. اي صحيح. لا يعني انا هذا اللي اشوفه ما اعرف. اي يعني حتى الشيف اليوم يعني الرجال اكو عندهم ابداعات، اكو عندهم ابتكارات. مهارات يعني. صح. واحنا خير دليل عندنا اللي هو عفان. بالضبط اكيد تحياتنا له. والحلو بالموضوع اليوم في حين ما طرحنا سؤال على دعاء يعني اذا نقول انه هل يا ترى اكو شروط معينه؟ قالت ماكو شروط معينه، بس اذا اي وحده يكون عندها شغف بهذا المجال. صح. بالطبخ تقدر بكل سهوله تحصل على لقب الشيف.
والدليل اليوم هكو هواي نساء دي يتجهون لهذا الموضوع. هواي يعني طبخ. احنا خلال برنامجنا تعرفنا عليهم من السكايب وهذه يعني كانوا حتى دي يفتحون مطاعمهم بالشكل البغدادي يحافظون على التاريخ والعادات والتقاليد اللي عندنا اذا هم كانوا بدول بس الغرب. بس الصعب اللي يخلي بصمته بالاكل بحيث تاكل طبخه معينه واكله معينه تعرف انه هذا الشيف فلان هو اللي مسويها. هذا الموضوع العراقيه اي بالضبط يعني طبعًا. احنا قبل فتره استضيفنا ايضا عبر السكايب شيف يعني ما يحضرني اسمها ايضا قالت على موضوع التمن والنكهات اللي تضيفها بالضبط. هي كانت خارج العراق بالضبط يعني والاكلات والدولمه داخل بيتها والمطعم اللي عندها محافظه على كل التقاليد الاستكان والقوري رغم وجودها بالغربه لكن حافظت على هذا الموضوع. طبعا اكيد راح ترجع لنا دعاء مره ثانيه وعندك سؤال لها كان الو دعاء اعتقد ان شاء الله يعني ترجع لنا دعاء احنا نتمنى يعني بشبكه النت لانه كلش ضعيفه هذه الفتره بالضبط اكيد. فكان سؤالك بخصوص سجل يعني الدعاء بالضبط خلينا نشوف جوابها. الو دعاء رجعت لنا طبعا مره ثانيه نرحب بيك مره ثانيه دعاء اهلا من عندكم. دعاء انا قبل ما يفصل النت سالتك عن موضوع انه اليوم الزبائن العراقيين صعب ارضائهم انه مرأة هي اللي تقدم لهم الاكلات وهذه النكهات لانه المتعارف عليه انه الرجل الشيف يكون اكثر مهاره وحرفيه من المرأة. لا بالعكس انا ابد ما اوافقكم الراي لان هي اصلا المرأة هي اللي تطبخ بالبدايه كانت تطبخ طوال عائلتها لاطفالها لبيتها. بالعكس ترى المرأة لها نفس اكثر من الرجل بس احنا نشوف اليوم يعني حتى على مستوى العالم انه باغلب المطاعم العالميه الشيف في الاول يكون هو الرجل بس المراه لها نفس خاص بالاكل صح. الرجل ما يملك اعتقد هذا النفس. توافقني الراي او لا يعني شنو رايك؟ لا شوفي انا اني هسه بدي احكي بطريقه مهنيه يعني بعيد عن موضوع انه الرجل والمراه يعني انت هسه شيف واكيد اكو جمعيه للطهاة بالعراق من الاكثر عدد النساء او الرجال؟ صحيح الرجال كانوا اكثر عدد من شنو السبب؟ أني أشوف أكو بعض النساء يمكن ما تحب إنه هي تظهر للإعلام عندها مسؤولية ممكن أو عندها ظروف إنه هي ما تسمح لها صح. ممكن إنه تسوي أكلات معينة بدون ما تظهر مو شرط إنه تكون ظاهرة صح. للعلن صحيح بس إحنا اليوم نشوف يعني كشف إنه الرجال هم الأكثر من الشيف النساء إذا كان عندنا محلياً أو عربياً أو عالمياً ترى هوايهم اكو شيفات يعني احنا عندنا بالعراق او خارج العراق بس السؤال هنا معقول العدد هو اللي يحدد المهاره او يعتمد على المهاره؟ يعني اذا عدد الرجال اكثر يعني معناها هالمهارتهم اكثر؟ لا شيء اكيد صحيح انه كان المنتدى كان عدد النساء كلش قليل بس احنا اللي كنا بارزين بالمنتدى اكثر بالشيء اللي قدمناه طبعًا. بالمخبوزات واكو بعض الشيفات هم قدموا كان ابراز اكيد جايز بهذا الموضوع اي طبعا بس حابين نعرف من عندك دعاء شنو اكثر اكله انت مشهوره بيها وبحيث اكو طلب عليها كلش قوي بكل المواسم يا الله الكليت حلو شنو مميز بها شنو يعني يقولوا لي الكليت مجرد بس توصل لنا من الريحه يعني نتحمس ريحه الكليت قلت لك يعني موجوده بصمه دعاء بهذه الكليت زين هي اكثر شيء طلب عليها وكل المواسم الكليت والمخبوزات وحاليا المندي هم صار طلب عليه كلش قوي الكليت والمخبوزات والمندي حلو 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 شلون شغلتي؟ بالضبط طيب دعاء بما انه اليوم احنا شفنا انه المعجنات هي شلون؟ بيشجعوني انه اني افتح لهم حجوزات هواي، انا بالبدايه كان هدفي انه اني فقط مخبوزات، بس يقولوا لي انه انت اكلش طيب فاحنا نريد مثلا وصفه المقلوبه اي لا كيكه تقليديه فبيشجعوني انه اني طيب. افتح لهم وصفه طيب هو انا يعني راح اسالك ومن خلال جوابك يعني راح نشوف الصور اكيد، حاسالك على المخبوزات اللي هي المعجنات اللي قاعد تحكين عنها، انه لاحظنا اهتمامك الاكبر بيهن بالمعجنات نعم. طيب انا بدي اعرف منك شنو اسرار العجينه المثاليه لانه احنا اليوم هواي نعرف من النساء يفتقدون يعني مو اي مراه انه صعوبه توفر هذه العجينه يعني اليوم دي يشوفون اكيد كل النساء يحبون يعرفون ويسمعون النصيحه ايش للعجينه المثاليه اوكي انا قالت لهم طبعا مشاركه المتابعين وقالت لهم انا ما عندي انه هاي سر المهنه او شيء بالعكس احب اشارك كل شيء ويا المتابعين انا ببدايه كان صفتي هد... نعم. واني انطي وصفات يستفادون من عندها
فمن بلشت هذا المشروع ما اقدر انه اني اضم عليهم اسرار او شيء، لا بالعكس. الاسرار العجينه الناجحه انا قالت لهم انه لازم تكون مواد بحراره الغرفه، يعني المواد مو تكون بالثلاجه مباشره اجي اشتغل بيها، يكون العجن دقيق شويه، مو اعجن شويه واترك العجينه. طيب. وانا مطيت مقادير العجينه اللي تكون عجينه مضبوطه وهشه، هو يكون عليها الزبادي وحليب الباودر وبياض البيض، فهاي العجينه كلش يعني دا اشتغل عليها طبقوها وعجبتهم. حلو. ما انه شرحتي لنا عن اي تفضلي. طيب ما انه شرحتي لنا عن العجينه المثاليه، هسه نجي على الاكل. كنا نعرف اغلب الاكل اليوم بدون المنكهات ما راح يكون لهم طعم او صح. نوع البهارات، فهنا انت شنو اكثر نوع بهارات تستخدميه ممتاز؟ يعني مثال لاي طبخه، عنصر مستمر باي اكله او من اي بلد يكون ناحيه البهارات تحديدا؟ يعني اكو وصفات انا اشوف بتحب توابل هوايه، لان التوابل اذا راح تضيفيها هوايه راح تضغي على الوصفه، فاني دائما احب اضافه التوابل تكون بشكل كلش قليل. طيب. بس انا اشوف الفلفل الاسود هو صديق كل الوصفات، صح. يعني اغلب الوصفات هو يدخل، هو معروف انه هو نوع انواع توابل من جنوب افريقيا الهند العفو، فاني هذا اكثر نوع بهارات، واستخدم الفريش يعني خالتها الطاحونه واستخدمه، يكون افضل يكون مطحون، ينطي نكهة زاكية أكثر. صح صح. يعني هساني شفت أنه يمكن جواب متشابه بينك وبين شيف عرفان. يعني شيف عرفان هم في اليوم سألته نفس السؤال عن البهارات اللي تستخدمها دائما بالأكلات وهذه، فقال لي الفلفل الأسود. نعم. اللي دائما يعني باعتباره سيد الأطباق بالضبط. أنه يرافق كل الوجبات. صديق الأطباقين. أكو توابل يعني كل وصفة لها توابل خاصة بيها. صحيح. فهو الفلفل الأسود يرهم ويا أغلب الوصفات. دعاء اريد اسال السؤال، يعني هو مهم ومهم جدا بنفس الوقت، انه اليوم هوايه يعني من الشيف اللي اختصه والمطاعم بموضوع الدولمه فقط، يعني صناعه وتقديم الدولمه فقط بدون ما يقدمون وياها اي وجبه ثانيه للزبون. يعني معقول اليوم الدولمه لهذه الدرجه مهمه انه تقدم لوحدها؟ الدولمه هي طبق رئيسي احنا نعتبره، يعني مو كطبق جانبي، تقدم وحدها لان هي اصلا الحشوه تحتوي على الرز واللحم والخضار، وايضا لما احنا نسوي جزر الدولمه احنا العراقيين راح ندخل بها طبقات خضار ايضا، اللي تكون اول شيء الضوء او باقله لاتعه وتحتوي على البوتيته الباذنجان الشجر، فهي راح تكون خضار داخل الحشوه ومن ضمن الجدر مال الدولمه، فاني اعتبرها انه هي طبق متكامل. يعني انا بالنسبه لي الدولمه من اكلها بالملعقه، مش احبه فحاول اكثر اكل حتى ما اشبع، فمرات يعني حتى ما يحتاجون تاكل وياها خبز او صمون، فقلت لك يعني هي طبق متكامل خضار ولحم، يعني طبق كلش دسم ومشبع. طيب شيف دعاء، اليوم بمحورنا الصباحي وتحديدا اكو هوايه من المشاهدين واللي يتابعون شيف دعاء ممكن متبعين نظام الدايت، لكن هنا اليوم هل يا ترى شيف دعاء عندها خطه معينه او وصفه بهذا الموضوع لكل اللي متابعين نظام الدايت او الرجيم، او ممكن اليوم تفضلين يكون الاكل بمكوناته العاديه مو بدائل اللي تقلل السعرات الحراريه؟ انا هاي الفتره وايد يطلبون من عندي المتابعين، يعني قالوا شيف دعاء احنا كرشنا من وراك كافي اكل حلويات مخبوزات زين، اريد وصفه صحيه، فاني هاي الفتره وعدتهم، بس انا قلت لهم يعني من البدايه قلت لهم انا تقريبا حسب خبرتي بهذا الشيء، اللي انا جربت هواي وصفات دايت، جربت هواي انظمه، يعني انا نصحتهم قلت لهم اتبعوا نظام غذائي صحي. يعني شنو معناها؟ انه انت بدل ما تاكل صمونتين باليوم تاكل مثلا صمونه، بدل ما انت تاكل صحن رز اخذ نصف وجبه العشاء مثلا اقللها. فالوصفات الصحيه حسب ملل، يعني ممكن هم يطبخوها شهر شهرين وبعدين يعني تظل ملتزم على هاي الوصفه، فانت تتبع نظام حياه انه انت تقلل من اكلك، تمنع الحلويات، بدال التقلا انه اني هاي الوصفه ادخلها بالفرن، بدال الصمون الابيض اكل اسمر، فهذا الشيء يكون سهل متناول الجميع، يعني اي شخص يقدر يسوي. بس الوصفات الصحيه يعني مرات يكون شخص يمل، يعني يوصل فتره انه هو يمل الى متى
زين اليوم كونك انت شيف اكيد وبما انه طبخاتك كلش طيبه متاكدين بلا شك ما شاء الله محافظه اليوم على رشاقتك مثل ما نشوف اكو وصفه معينه ايضا انت اليوم تستخدميها لو لا انت من النوع اللي عوده هو ما يتاثر مهما ياكل جد اكو هيك لا ترى انا مو عوده ترى انا همسيه بس يعني شلون ما نقول اني انسانه اتحرك هوايه يعني مع العلم اني عندي فقره تعذيب على انستغرام يعني بعد كل وصفه اسوي لهم فقره تعذيب فيقولوا لي هاي فقرات التعذيب وين تروح لعد شو احنا نطبق وصفاتك ونسمن وانت ما تسمين انا الشيء اللي اقدر على التعذيب خطر نعم فقره التعذيب اي عندي فقره التعذيب على انستغرام بعد كل وصفه اسوي لهم اياها قلنا عنها شنو هذه الفقره بالضبط مثلا اي طبق اسوي سواء حلو او ما طبق رئيسي خاصه العفو السنامون رولز اخر وصفه سويتها بحيث صار هجوم علي اسوي اخلي الطبق واقعد اذوق وياهم اني ومع كلمات طيب التعذيب. طيب ما تعذبينا شويه مالك واسع اليوم مباشرة يعني اكو بهم يطبقون الوصفه نفس اليوم يعني ما نتحمل بالضبط حلو كله ولا الاكل حلو اي فعلا صدق تعذيب دعاء حسب خبرتك يعني بمجالك واختصاصك من وجهه نظرك اليوم شنو السلوكيات الخطا اللي تقوم بها المراه العراقيه بالمطبخ انا ما اشوفها سلوكيات بس انا او اخطاء معينه دا اشوف انه هم اللي يراسلوني البنات او المتابعين يقولوا لي يعني احنا ولا مره ضبطت عندنا وصفه يعني انا دا اتابعك ودا اطبق الخطوات بس ما قاعد تضبط عندي تمام. اهم نصيحه انت لما تدخلين مطبخ تدخلين بحب يعني ما تدخلين وانت مجبوره او اوكي عم بسوي هاي الوصفه ودخلي بثقه انه انا راح اسوي هاي الوصفه اوكي راح تنجح عندي يعني شنو يعني قابل هي وصفه صح. يعني وانا ما دا اسوي ثاني شغله انه انت تحضرين المكونات تكون قريبة عليك يعني مو أني أخذ مكون وراها أروح أوه نسيت هذا المكون الثاني وتخرب الوصفة وأني قالت لهم لازم تكون عندكم أكواب معيارية حتى تضبط الوصفة عندكم يعني ما تكون خربطة قلاصات أي قلاص إنه أني أقيس بيه وماكو أي شيء يعني كل شيء صعب تمام يريد شيء حقيقة أكيد طبعاً. طبعاً هو أنا هنا أريد أسألك دعاء اليوم أنت دعاء تطور عملها وانتقلت من مرحلة الشغف إلى التسويق بموضوع الأكل يعني وصلتي لهذه المرحلة وهذا الشيء اليوم صعب شلون جتك الجرأة والثقة أنه قلتي لا دعاء هذا الشغف لازم يتحول لمهنة شلون؟ أنا بالبداية الصراحة ما كنت خالة ببالي أنه أنا أفتح مشروع وأبدي أشتغل به البيت أنه أنا أنزل وصفات أشتغل على وصفات أنطيها للمتابعين بس أنا بطبيعتي ما أروح مكان إذا معجناتي وياي اي معجنات لازم وياي يعني فقالوا لي يعني انت نفس عندك بالاكل شغلك حلو مرتب الله منطيك هاي الموهبه ترى موهبه المعجنات مثل الرسام اللي ماخذه ترى ايده على الرسم انت ايدك فليش هيك حرامات يعني حرمنا العالم من اكلك الطيب بالتالي شيفات بدوا يشجعوني صديقاتي صار الموضوع وبديت الحمد لله اشتغل ولاقى كلش اعجاب من الناس صراحه ما كنت متوقعه يعني عندي ثقه بشغل حلو بس ما توقعت يعني اقبال كلش قوي الحمد لله يعني الحمد لله تساعد يعني حتى تساعدني جيد الحمد لله طيب دعاء يعني بنهايه محورنا اليوم اريد اسالك سؤال انه شنو ابرز الصعوبات اللي تواجه المراه اليوم يعني عندنا بالعراق اللي حابه انه تكون شيف يعني محترفه مو فقط هاويه وشنو نصيحتك اللي تقدميها لها حتى تكون شيف محترفه عندنا بالعراق نعم احنا الشيء اللي نعاني منه بالعراق يعني هسه هو ليش بدت تصير منتديات انه احنا ما عندنا دورات تعليم الطبخ ما عندنا كورسات فالشخص لازم هو يعني يطور نفسه يشتغل على نفسه بدت هسه يمكن كورسات اونلاين يعني تقدر انت تاخذها بس مو لما تكون انت تحضر شلون مثلا نقول معهد ويكون فد شيء عملي ونظري انت تشتغل عليه يعني تقدر لازم قلت خارج العراق انه انت تطلع وتطور نفسك بالضبط بس انا يعني اشوف ما بشيء صعب انا تمام ابقى شيء صعب ومستحيل طبعا شوف دعاء يعني اذا لاحظت فد نقطه
مصطفى قال ليش وصلنا ل نهاية محور الأكل. لا أنا قصرت هنا نهاية محور الأكل يعني والطبخ والوصفات وهذه النكهات حتى ندخل على أسئلة التجارة وهاي الأمور. لا أنت تصور تروح تأكل. لا أنا هنا قصدت أنه نهينا محور الوجبات والنكهات وكلها بالتفاصيل حتى ندخل بموضوع التجارة وهذه الأمور. وأنا عندي سؤال كلش مهم بما يتعلق أنه اليوم هواية أكو سيدات يلجؤون لهذا المجال يتوجهون لمجال الطبخ تحديدا، هل يا ترى هو لأنه مناسب للمرأة أو لأنه هو مربح بالنسبة إلها؟ شوف دعاء سمعينه. أنا أشوف مجال الطهي للمرأة، أنا ذكرت في البداية قلت يمكن أكو يعني مرأة ما تقدر تطلع خارج يعني ممكن ظروفها ممكن زوجها ما يسمح لها إنه هي تشتغل خارج البيت، ممكن بحكم أطفالها إنه هي ما تقدر تترك البيت وتشتغل برا، فهذا عملها الطبخ إنه هي تكون داخل بيتها بشغلة نظيفة تكون مرتبة وعينها على أطفالها وبيتها. نعم. وتكون يعني هي عندها حب لهذا الشغل يعني مو بس من ناحية المادة، فيكون العمل داخل البيت أفضل. أها حلو. يعني هو مربح لو لا دعاء؟ مربح حسب الشخص اللي اللي يشتغل الشغل، حسب الشغلات اللي هو دا يقدمها تكون مرضية أو لا. بالضبط. طيب دعاء، احنا قبل أيام شفنا انتش مشاركة وحضورك بجمعية الطهاة وهي مجموعة كبيرة من الطهاة، أريد تحكي لنا عن هذا التجمع وشنو اللي قدمه لكم وشنو اللي قدمتوه إليه؟ نعم، كان يوم السبت منتدى طهاة العرب فرع العراق، هو كان تقريبا بأكثر من دولة بس بالعراق ما كان موجود. نعم. حاليا افتتح هذا الفرع. هذا المنتدى تقريبا أنا كلش سعيدة إنه أنا من شيفات تقريبا 60 شيف أنا. نعم. من ضمنهم اختاروني. فهذا المنتدى يسعى انه هو يبرز الشيف العراقي، تعرفون احنا الشيفات مظلومين كلش يعني لا مسابقه تقدر تشترك بيها لا معاهد لا شيء، فهذا المنتدى راح يسعى انه هو يطور الشيف شلون مثلا نقول يبرز الشيف العراقي، يقدر يشترك بمسابقات دوليه تكون له نظره لبقيه الدول، فهواي اكو امور دي يشتغلون عليها الشيف فراس الطائي وشيف فراس القيسي بالامور الجايه الامور الجايه ان شاء الله الايام العفو ان شاء الله يا رب. طبعا شفت دعاء نورتينا وانت فخر لكل امراه عراقيه، ونتمنى من جميع اليوم اي امراه عراقيه عندها شغف بهذا المجال مجال الطبخ فعلا تكون عندها الجراه والثقه بنفسها انه تحول هذا الشغف لمهنه، ولو احنا كنا نتمنى انذوق شيء من ايدك ما اعرف اذا لا اكيد راح تدزلنا مو دعاء ما اعرف شنو هالاحراج قال ما لحقت تجي مره على المخبوزات يمكن كنتوا مو انتوا لا مو احنا الحلقه لا مو احنا كنا فهسه بنجي لازم نضوق احنا واحد بالضبط يلا جايات هوايه واجيب لكم احلى مخبوزات شرفينا عاشت ايدك نورينا اكيد شكرا لك لك دعاء الهمواندي على كل هذه المعلومات والتفاصيل أكيد. اللي تعرفنا عليها عن الطبخ وعن المعجنات تحديدا. اذا مشاهدينا الكرام فاصل ونتواصل وياكم بفقرات يوم جديد.